الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذه الأيام أيام مباركة وقد قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي أيام العشر من ذي الحجة. العمل في هذه الأيام أفضل منه في غيرها، من أجل أن يغتنمها المسلمون بالأعمال الصالحة، وهذا يدل على لطف الله بعباده ورفقه بهم، فإنه نوع الأعمال لأجل.. أن يفعلوا منها ما يسهل عليهم من الأعمال التي تشرع في مثل هذه الأيام صيام تسع ذي الحجة فالصيام عبادة عظيمة وهو من العمل الصالح فيشرع تخصيص العشر بهذه الفضيلة وبهذا العمل كما جاء في الحديث القدسي قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به الصيام في هذه الأيام له فضل عظيم وآكد هذه الأيام صيام يوم عرفه لغير الواقف بعرفه، ففيه مزيه خاصه كما جاء عنه عليه الصلاه والسلام صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده. بلا شك هذا هو الدليل على فضل صيام يوم عرفه، فيوم عرفه هو عين ما في هذه الايام من من خير. من الاعمال الصالحه في هذه الايام كثره الذكر. ولا سيما التكبير يقول الله تعالى: «وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ» يقول عليه الصلاة والسلام: «ما من أيَّامٍ اعظم عند الله ولا احب اليه من العمل فيهن من هذه الايام العشر فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ابن عمر وابو هريره يطبقان هذا الحديث يخرجان الى السوق في ايام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. ومن الاعمال الصالحه في هذه الايام كثره قراءه القران، لانه افضل الذكر. ويكثر من تلاوه القران في جميع اوقاته، الحديث من قرا حرفا من كتاب الله فله حسنه، والحسنه بعشر امثالها. لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن الاعمال الصالحه التي يعملها المسلم في مثل هذه الايام تخصيص لياليها بالقيام، ومن كان قيام الليل دأبه فليزده في هذه العشر، فإن فضيله العمل الصالح تتناول ليالي العشر كما تتناول نهارها. وهذا فضل من الله، الله جل وعلا لا يضيع. عنده عمل عامل ومن الاعمال الصالحه في هذه الايام اطعام الطعام وسقي الماء والصدقه على المحتاجين ولا سيما في هذا الحر الشديد. كل هذا من يتسابق فيه طلاب الاجر من الله سبحانه وتعالى وهو ميسر لمن يسره الله عليه. يقول نبينا عليه الصلاه والسلام: ما نقصت صدقه من مال فكيف اذا كانت الصدقه في افضل ايام العام. كذلك من فضائل العطاء والإحسان أن الله جل وعلا لا ينقص ما أخذت منه هذه الصدقة هو وإن نقص حسا فإنه تضاعف معنا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون